بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الرابعة. وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث، والسائل يطلب الجواب عن الجمع بين الآية والحديث، فنقول: ليس بين الآية والحديث تعارض، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بأنفسنا إلى طريق الحق وأن نلزمه، ولا ننظر إلى فعل الآخرين وانحراف الآخرين، ولا نكون مع الناس إن أساءوا أسأنا وإن أحسنوا أحسننا، بل نلزم طريق الإحسان دائما وأبدا، مع أننا نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعتنا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا تشير إليه الآية الكريمة حيث قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن الاهتداء أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حسب استطاعتنا، بعد إصلاح أنفسنا والأخذ بزمام أنفسنا إلى الخير، ونكون أول من يمتثل الخير ويجتنب الشر. وصديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تنبه لهذا، قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإن الله تعالى، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. فهو بيّن بهذا أنه لا تعارض بين الآية والحديث، وأن من ظن أن معنى الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أخطأ في فهمه للآية. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الآخر يقول فيه: ما هي الصفة الشرعية للتيمم وما هي شروطه؟ الصفة الشرعية للتيمم أن يضرب بيديه على الأرض مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، يمسح بباطن أصابعه وجهه ويمسح كفيه براحته، وإن ضرب ضربتين، ضربة لوجهه وضربة ليديه، فلا بأس بذلك. كلا الصفتين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان التيمم بضربة واحدة يقسمها بين وجهه ويديه على الصفة التي ذكرنا هو الأرجح والأحسن. أما شروط التيمم فإنه يشترط لصحة التيمم عدم الماء أو العجز عن استعماله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فشرط صحة التيمم هو عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، أو أن يخاف باستعماله عطشا أو ضررا، لكون الماء الذي معه لا يكفيه لشرابه وطبخه ووضوئه وطهارته. كذلك يشترط أن يكون التيمم على صعيد طهور، لقوله تعالى: صعيدا طيبا، يعني طهورا. هذا ما يشترط للتيمم، والله تعالى أعلم. هذه رسالة من السائلة زهرة من الجمهورية العراقية، تقول: أنا طالبة في أدرس بعيدا عن أهلي وأسكن في قسم داخلي، وهذا المكان الذي أدرس فيه يبعد عن أهلي بحوالي 150 كيلومتر، وآتي إليهم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، فصلاتي هل تكون قصرا أم تكون تامة في اليومين اللذين أقيمهما عند أهلي وفي الخمسة الأيام التي أقيمها في القسم الداخلي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما في أيام إقامتك القسم الداخلي خمسة الأيام واليومين عند أهلك، فإنه يلزمك إتمام الصلاة. وأما في الطريق بينهما، إذا كنت في الطريق بين بلد الدراسة وبلد أهلك ووطنك، فما دمت في الطريق سائرة فإنه يجوز لك قصر الرباعية، ويجوز لك الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا. فالترخص بالجمع وبالقصر إنما يكون في الطريق. أما في الإقامة
في بلد الدراسة 5 أيام وإقامتك عند والديك وفي وطنك يلزمك الإتمام. نعم. لها سؤال آخر تقول فيه: نذرت نذرا أن أصوم 10 أيام في شهر محرم ولم أستطع أن أصوم في شهر محرم بسبب الدراسة، فهل أصوم في غير محرم أي بعد انتهاء الدراسة؟ وفعلا فقد صمت في غير شهر محرم، فهل يجزئ ذلك أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كنت تقصدين شهر محرم من سنة معينة فإنه يفوت بفوات ذلك الشهر ويكون عليك حينئذ كفارة يمين لأن النذر فات محله. أما إذا كنت تقصدين شهر محرم غير معين يعني من أي سنة، فإنه إذا لم تصومي من هذه السنة تصومي محرم من شهر محرم من سنة أخرى، وأظن هذا احتمالا بعيدا، ولكن هو السؤال يحتمل هذا. نعم. أما ما ذكرت من أنك قضيت بعد مضي الأيام فلا يتوجه عندي القضاء في هذا، وإنما عليك كفارة يمين لفوات المحل. هذه رسالة من السائل صويلح مبارك مصلح، يقول: أنا سوداني أعمل في دولة قطر ولي بعض الأغنام في السودان وقد مضى على وجودي بقطر أكثر من سنة، فهل يجوز تأجيل الزكاة منها إلى ما بعد رجوعي إلى السودان علما بأنني لم أزكيها في السنة الماضية وأنا موجود هنا في قطر وبعد رجوعي إلى السودان هل أنتظر حتى يحول عليها الحول الثاني وأزكي عن الحولين معا أم أعجل الزكاة عن العام المنصرم؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. لا شك أن الزكاة أحد أركان الإسلام وأنه يجب إخراجها عند تمام الحول مع التمكن من ذلك، وإذا كنت مثلا تغيب عن مالك كما ذكرت من أن مالك في السودان وأنت في قطر فإنه ينبغي لك أن توكل وتنيب من يقوم مقامك في إخراج الزكاة في وقتها، لأن في ذلك مبادرة إلى أداء الواجب وضمانا لأداء الحق الذي عليك خشية أن يعرض لك عارض من موت أو نسيان أو غير ذلك فيتأخر إخراج الواجب أو يتعذر. أما ما ذكرت من أنك إذا ذهبت للسودان هل تؤخر إخراج العام الماضي إلى أن يأتي العام القادم وتخرجهما جميعا أو تعجل؟ المتعين أن تبادر بإخراج الزكاة عن العام الماضي، وليس هذا تعجيلا كما عبرت، وإنما هذا إخراج لزكاة تقررت ووجبت عن عام سبق، والتعجيل بمعناه صحيح يكون تعجيلا لزكاة لم يحن وقتها، فأنت يجب عليك حينئذ أن تؤدي الزكاة عن العام الماضي فور وصولك إلى بلدك مع التمكن من ذلك، ولا يجوز لك التأخير إلا لعذر شرعي، لأن في التأخير تفريطا في إخراجها وتعرضا للعوارض المانعة من إخراجها، فعليك بالمبادرة في إخراجها، ولو أنك كما ذكرنا وكلت وأنبت من يقوم بإخراجها في غيبتك ممن تثق به وتثق بأنه يوصلها إلى مصاريفها الشرعية لكان ذلك أحسن وأبرأ للذمة. وعلى كل حال إنه يجب عليك أن تهتم بزكاة مالك وأن تبادر بإخراجها عند وجوبها وألا تتساهل في شأنها. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من السائل حمصي عبد الله الحميدي من سوريا، يقول: رضعت من امرأة وهذه المرأة لها حفيدات، فهل يجوز لي أن أتزوج من حفيداتها يعني بنات بناتها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا رضعت من امرأة رضاعة تامة 5 رضاعات في الحولين فإنك تكون ابنا لها من الرضاعة، وتكون بناتها أخوات لك من الرضاعة، وبنات بناتها تكون بنات لأخواتك من الرضاعة، فتكون خالا لهن من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوج من حفيداتها أي من بنات بناتها لأنهن بنات أخواتك من الرضاعة وأنت خالهن. الله تعالى أعلم. هذه رسالة من السائلة منيرة جيم ميم ألف من الدمام، لها عدة أسئلة. في سؤالها الأول تقول: أحيانا أقرأ القرآن وأنا مكشوفة الرأس، فإذا صادفتني سجدة فهل أسجد بدون غطاء
أم أغطي رأسي ثم أسجد بعد ذلك؟ ينبغي أن تغطي رأسك عند السجود التلاوة، نظرا لأن بعض أهل العلم يرى أنه صلاة وأنه يأخذ أحكام الصلاة، فتغطية الرأس أحوط في هذا وأحسن، الله تعالى أعلم. سؤالها الآخر تقول: ما حكم ذكر البسملة في الصلاة جهرا في الصلاة الجهرية؟ الجهر بالبسملة الصلاة الجهرية إن فعله بعض الأحيان فلا بأس بذلك، إلا أن المداومة عليه لا تنبغي، لأن الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين أنهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وأنهم يجهرون بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، ويجهرون بالسورة بعد الفاتحة، أما بسم الله الرحمن الرحيم فلم يرد أنهم كانوا يجهرون بها، فلا ينبغي المداومة على الجهر بها ولو فعلها بعض الأحيان فلا بأس بذلك. نعم. سؤالها الآخر تقول: هناك امرأة تبنت ولدا وربته مع أولادها ولكنها لم ترضع، فهل يجوز لها أن تزوجه من إحدى بناتها؟ وإذا أرضعته فهل يأخذ لقب أبيهم ويرث ويورث؟ أما مجرد أنها غذت هذا الولد من الصغر ومثلا ربته من صغره، هذا لا يثبت نسبا ولا قرابة بينه وبينها، وهو أجنبي منها ومن بناتها، فيجب عليها أن تحتجب منه، ويجب على بناتها أن يحتجبن منه لأنه أجنبي منهن، ما دام أنه لم يحصل رضاعة، وإنما الحاصل مجرد أنها ربته وغذته من الصغر. وتسميته التبني خطأ، لأن التبني منهي عنه في الإسلام، وليس هناك تبني إلا للأولاد، أولاد النسب أو الأولاد من الرضاعة، أما مجرد التربية والتغذية للصغير هذا لا يثبت قرابة ولا نسبا ولا يسمى تبنيا ولا يجوز التسمية بهذا اللفظ. أما لو جرى بينه وبينها رضاعة بأن رضعته رضاعا كافيا، أن يكون 5 رضعات فأكثر، وأن يكون ذلك في الحولين، فإنه يكون ابنا لها من الرضاعة، وتكون بناتها أخوات له، ومحارمها يكونون محارم له، بقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في حديث آخر: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، فهو يكون ابنا لها في المحرمية فقط، أما أنه يرث منها أو ترث منه فلا، لأن الرضاعة لا تثبت ميراثا وإنما تثبت المحرمية فقط، أما الإرث فهو خاص بالقرابة من النسب، الله تعالى أعلم. بالنسبة للزواج ما لم يكن هناك رضاعة، هل يجوز أن يتزوج من بنات هذه الأم؟ ما لم يكن هناك رضاعة بينه وبينها أو بينه وبين أحد من بناتها أو أخواتها، إنه لا بأس بذلك، تزوج من بناتها، لأنه أجنبي منها، حتى لو تزوج منها هي ما في معنى، لأنه أجنبي منها. نعم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة الكرام، في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، مدير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على تفضله بالإجابة على أسئلة الإخوة سعيد ناجم القرني و